وإيمانا منها بدورهن في بناء وتكوين المجتمع، نظمت القوات المسلحة زيارة لأمهات الشهداء، وذلك بمناسبة عيد الأم. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي بكل ضمة، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي بكل ضمة، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد وأصدق حب في الدنيا، حب فطري بلا مقابل، لحضن كل دفى وحنية، سهر الليالي وتعب السنين، الفرحة اللي من القلب والدمعة اللي على الخد. والله لو فضلت تحت رجليكي ما يوفيكي أبدا حقك، كل ده وأكتر ليكي أنتي يا أمي. القوات المسلحة النهاردة بتحتفل بعيد الأم، وده من خلال تنظيم عدد من الزيارات لأمهات الشهداء بصحبة الفنانين في كل محافظات الجمهورية، ووجهت ليهم أسمى معاني الإعزاز والتقدير والاحترام. وزي ما قواتنا المسلحة أصلت فينا معنى الوفاء والعرفان بالجميل، أسر الشهداء النهاردة استقبلت هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة وتحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل فرحة وود وحب ممزوجة بالفخر والعزة باللي ولادهم قدموا لمصر. والله أوجه رسالتي للسيد الرئيس، أشكره إن هو مقدر ولاده، وأقول له ربنا يعينك على مسؤولياتك، وإن شاء الله ربنا ينصر مصر دايما في كل مكان ويعليها ويحفظها، وربنا يقويك، لأن المسؤولية كبيرة وكل راعي مسؤول عن رعيته، وربنا يعينه، ربنا يعينه. دي أكتر حاجة، أهم حاجة في الوقت الحالي، ولادنا اللي ضحوا بدمهم وإحنا نضحي بدمنا. وده ما قلتها أنا وبقولها، أنا ولادي في ده مصر، مصر تستحق شعبها كله يبقى في ده عشان تقف وما تقعش. نوجه شكر لسيادة الرئيس والحسن استقباله والفضل وحنيته، ويبارك لنا في سيادتك ويقدرك ويقويك على اللي انت فيه يا سيادة الرئيس، لان اللي انت شايله كتير كتير كتير، يعني احنا بنبقى اسرة شايلين هم اسرتنا، لكن انت شايل هم بلد. ربنا يصبر قلوب كل ام، ربنا يصبر قلبي وقلب كل ام. صعب، كان اول عيد الام لغيرك، بس الاعتراض على حكمك يا رب. الحمد لله الحمد لله، فرحانه فرحه كبيره قوي والله. سليمان اكنه داخل علي، اكن سليمان ابني داخل علي، وشيء يشرفني والله، احساس جميل والله. الحمد لله، انتوا فاكرين الحمد لله سليمان يعتبر كده ما ماتش، دول اكيد انتوا موجودين معايا. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، هديتك جاتلي، هديتك جاتلي، انت ما بتاخرش عن هديتك جاتلي. كل سنه وانتم طيبين، وامهات مصر كلهم طيبين، وامهات الشهداء طيبين. وانا فرحانه ان ومبسوطه جدا ان زمايل محمد جايين يقولوا لي كل سنه وانت طيب، ده بالنسبه له لوحده اكبر تكريم، لان انا شايفه محمد في زمايله. الحمد لله بلال، يمكن ربنا اصطفاه ان هو يبقى ابوه شهيد وامه شهيده، وانا بتمنى من ربنا ان هو يحقق الأمنية اللي قالها قدام الرئيس، إن هو ياخد بحق بابا ويحقق حلم مامته. أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأسر الشهداء، والسيدة حرمه السيدة انتصار السيسي دعمها لبلال معنويا ونفسيا، كل الدعم قدمته له، ودعم سيادة وزير الدفاع لأسر الشهداء. وبحب أشكره جداً، لأن أنا إن شاء الله
طلع عمره في رمضان انا وبلال، لانه هو نفسه يزور قبر مامته في السعوديه. فالمره اللي هيروح فيها مش راجع، اللي هيستشهد فيها، فقعد يفطر معايا وبيقول اجيب لك يما عيد الام ايه. قلت له لسه ما هيجي عيد الام يا حبيبي، ده انا هجيب لك السنه دي حاجه جميله. لما جه وجاب لي الشهاده بتاعته دي كان احلى عيد ام جابه، عشان انا عارفه ان هو مرتاح وهو في الجنه ان شاء الله في الفردوس الاعلى. وبرضه هو افتكرني برضه وجاب لي عيد الام، والسنه دي برضه اول واحد جاب لي عيد الام. ان شاء الله باذن الله باذن الله هربي ابن البطل، وان شاء الله يطلع ضابط حربيه باذن الله. بفرح ان 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 بلدي فاكره ابني، حاجه يعني حاجه افتخر بها طول عمري، وقدام بلدي وقدام ناس ان ابني عمل حاجه. ربنا يحميكم يا ابطال، ربنا يحميكم ويراعيكم. يا رب مصر ما تنضم ابدا، وتدنها يا رب كده دايما فوق السماء. كان بيبقى فرحان جدا 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 بيوم عيد الام ده، بغض النظر بقى عن هدية والكلام ده، لا، بس هو عنده اليوم ده لازم يدن ويفرح فيه بكل حاجة هو يملكها. وكفاية اللمسة بتاعتكم، أنا حاسة إن أحمد اللي عندي النهاردة، أحمد قال كلمتين لزمان، دي أرضنا ودي عرضنا، وقالها لي أنا. ترضي ابنك ما يتقالش عليه إن هو حامي أرضه ولا عرضه؟ قلت له لا، قال لي إيدي هيك. فانا بقول لهم انا بدعي لهم من كل قلب ربنا يحميهم ويبقى ربنا معاهم ويقويهم على اللي هم فيه. متشكره جدا لسياده الرئيس ان هو افتكرنا وافتكر الامهات في يوم زي كده وكرمنا في اليوم ده. متشكره ليه وربنا يبارك فيه ويخليه لمصر. متشكره جدا للقوات المسلحه واداره الشؤون المعنويه لتشريفها لينا وتكريمها لامهات الشهداء، وربنا يبارك فيهم كلهم يا رب ويحفظهم لمصر ويرحم شهدائنا يا رب. ربنا يرحم شهدائنا. في عيد الأم أنا مبسوطة والله لحضراتكم جيتوا وشرفتونا وفاكريننا، وأمهات الشهداء ده مهما يكون برضو يعني، بس تكريم من القوات المسلحة ده بيبقى يعني له طابع خاص أو له طعم تاني برضو، يعني مهما الواحد يتكرم مهما كده الواحد بيحس إن هو الجيش معاه أو القوات المسلحة معاه، بيبقى فرحان. فرحانة والله، فرحانة جدا على دخلكم علينا والله. بشكر سيادة الرئيس على تعبه معانا وإن هو مش سايبنا، وأنا لما كنا حاضرين الحفلة أنا اتبسطت إن أنا شفته جدا، وبقول له بشكر متشكرين عشان وريتنا سيادة الرئيس والناس الحلوة دي. كان لازم نرد الجميل ونقول إننا فاكرين كل أم ضحت بأغلى ما تملك، الضنا واللي عمر ما في حاجة أبداً تعوضه، بس قصاد مصر كل يوم. يامو الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكيه. ربيتي أحسن تربية، علمتي معنى التضحية ولا حياة.